في سؤال بسأل، هل كتاب الجفر صحيح هو عن سيدنا علي كرم الله وجهه؟ إخواني، كتاب الجفر هو من كتب الشيعة التي لا تصح، مش معناه أنه كل ما عند الشيعة غير صحيح، لكن عشان نتكلم عن كتاب الجفر بالذات كله نبوءات، وهذه النبوءات أو معظم النبوءات الموجودة في كتاب الجفر ليست من أحاديث الرسول وليست من القرآن الكريم، إنما معظمها مأخوذة من التوراة والإنجيل، نبوءات زي نوستراداموس أو العرافين اللي كانوا موجودين في أوقات مختلفة. ونتذكر إنه أمور آخر الزمان لم تأتي فقط في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، على العكس، أقل علوم تختص في آخر الزمان هي ما جاء مع دين الإسلام، هذه أقل نبوءات. وفي التوراة والإنجيل وبالذات في التوراة نبوءات آخر الزمان أو الكلام عن آخر الزمان يكاد يكون تفصيلي، إلا إنه التوراة نفسها اللي موجودة حاليا مزورة ومحورة، يعني ما أدرانا إنه هاي التوراة هي التوراة اللي نزلت على سيدنا موسى. إحنا بنعرف إنه هم حرفوا الكلام عن موضعه في التوراة، يعني زوروها وحفظوها، فلا يمكن أن نصدق أي شيء جاء فيها. فأي نبوءة أخذت من التوراة ووضعت في كتاب الجفر ونسبت إلى سيدنا علي لا يمكن الثقة بها ولا بأي حامل الأحوال. قد تتحقق، يعني خلينا نقول ممكن هذا الشيء اللي موجود فيها يصير على الواقع، ولكن انه يصير على الواقع ليش صار على الواقع؟ لانه بتكون المعلومة انتقلت بشكل صحيح، ولكن ما في عندنا طريقة انه احنا نضبط الصحيح من الخطأ، يعني قد يتم خلط الأوراق كلها ودمج الأخطاء مع الصواب، فيعني ما بنعرفش ايش الوضع اللي موجود فيه. فالخلاصة كالآتي، لا يمكن الاعتماد على أي شيء موجود في كتاب الجفر لأنه مأخوذ من عقائد سابقة. الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا وقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لا منصدقهم ولا منكذبهم. وكتاب الجفر أيضا يعامل مثل هذا الشيء بهذا الباب. شوف سؤال آخر: يا شيخ، ما قولك في قول البعض أن المهدي أحد خلفاء آخر الزمان، وأن حتى الآن لم تقم الخلافة حتى يأتي المهدي من الأساس أحد خلفائها؟ طيب، بالنسبة للمهدي إخواني، تكلمنا إنه كخلافة على منهاج النبوة في آخر الزمان لن تكون إلا مع مين؟ إلا مع المهدي. يعني المهدي سيكون أول خليفة في آخر خلافة على منهاج النبوة في آخر الزمان. عشان هيك أي خليفة أو أي خلافة تستبق وتأتي قبل المهدي واحدة من تنتين: إما إنها مقدمة للخلافة ولكن من المؤكد أنها لن تكون على منهاج النبوة. متى ستصبح على منهاج النبوة؟ عندما يأتي المهدي ويتسلمها ويتسلم رايتها، وقتها فقط نقول أصبحت الخلافة على منهاج النبوة. وهون إخواني كما قلنا، يعني يجب أن نحذر من ألاعيب الشيطان، يعني الشيطان سيحاول أن يتسلق على شجرة الخلافة بأنه يصنع مجموعات شبيهة بالمجموعات اللي جاءت في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يوهم المسلمين أنه هاي الخلافة في مقدمة لإيش؟ لضربة قوية وعظيمة للمسلمين أنفسهم. فعشان إحنا نقطع الشك باليقين، طالما قلنا أنه إحنا موجودين في آخر الزمن، السؤال كالآتي:
اللي بدك تطرحه على نفسك، يعني أول سؤال تقوم بطرحه على نفسك، هل تعتقد أننا في آخر الزمان؟ نعم أو لا؟ هذا السؤال الأولاني بدك تطرحه على نفسك. هلأ إذا أنت قلت نعم أعتقد أننا في آخر الزمان وما يفصلنا عن المهدي مجرد سنوات مش عشرات السنوات، إذا هذه الإجابة اللي أجبتها على نفسك، بهاي الحال بقول لك إذا كنت من الذين يستشعرون ويعتقدون أننا في آخر الزمان، عليك إنك تقطع الطريق على أي ألعوبة يقوم فيها الشيطان للتسلق على شجرة الخلافة. كيف؟ بأنك تقول إنه الخليفة الذي سأقبل فيه لهذه الخلافة من هو؟ فقط المهدي، ولن أقبل أي خليفة يسبق المهدي. بعد المهدي قد يكون هناك خليفة آخر، يعني على سبيل المثال نعلم أنه بعد المهدي سيكون في شخصية اسمها القحطاني يملك بعد المهدي ويسوق الناس بعصاه، يعني القحطاني شو بده يكون؟ خليفة في خلافة آخر الزمان على منهاج النبوة بعد المهدي نفسه، فهذا مقبول علي، مقبول علي. أما قبل المهدي مش مقبول علي، مش مقبول علي، لأنه إحنا صرنا في آخر الزمان. لو خلينا نقول إنه إحنا بيننا وبين المهدي عشرات السنين، شو منقول في هاي الحالة؟ عشرات السنين تستحق إني أنا أفكر إني ألاقي حل للمشاكل اللي موجودة حوالي. ولكن لما نتكلم عن بضع سنين، سنوات قليلة، ربما سنة، ربما سنتين بالكثير حتى إني أنا أشوف المهدي، فهذا يمنع مني أني أنا أستبق الأحداث وأبحث عن حلول قبل مجيء المهدي. فانتظار المهدي في هذه الحالة يكون أفضل. وفي حال انتظاري، أثناء انتظاري للمهدي في هذا الوقت، شو بكون؟ بكون أعد بنفسي دينياً، شرعياً، أخلاقياً، قوة، أقوي عقيدتي وديني وأتعلم ديني من كل النواحي، وأعد قدر الإمكان حتى إني ألتحق بخلافة المهدي لما تظهر وأبايع المهدي عند ظهور. عشان هيك إخواني، يعني قلنا لا نعتقد بوجود خلافة على منهاج النبوة قبل المهدي. ستكون هناك رايات، الرايات الموجودة قبل المهدي هي جماعات تحضر نفسها للحاق بالمهدي، ولكن لا تقول إحنا خلافة، ولا تقول إنه إحنا جماعة شفتوا عن نفسها، إحنا أفراد رايات نبايع المهدي في خلافته إنه هو الخليفة على خلافة آخر الزمان اللي حدثنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسننصره عندما يأتي. فهي رايات وليست خلافة، ودائما نقول والله أعلم. شوف إذا في أي سؤال آخر. أي تعقيبات؟ ندور على الأسئلة. شيخ خلنا. هون أخ بسأل، هل الخسف الذي سيكون في آخر الزمان خسف المشرق والمغرب، هل يكون الخسف بعد الفتوحات الإسلامية أم قبل الفتوحات جزاكم الله خير؟ طيب أول إشي نعرف شو هي الفتوحات الإسلامية، يعني إحنا بنعرف في التسلسل الزمني اللي جاي علينا إحنا على وشك مبايعة المهدي، ربما بقي أمور بسيطة جدا، منها على سبيل المثال انحصار الفرات عن جبل من ذهب، منها على سبيل المثال إن لم يحدث لسه بعد خراب يثرب، وتكلمنا في احتمالية أنه هذا الأمر تم وانتهى، منها كما قلنا عمار بيت المقدس، وقلنا أنه هذا يعني نعتقد أنه تم وانتهى، حلول الخلافة في بيت المقدس قلنا أنه هذا كمان أيضا تم وانتهى، وأعلننا أنه بيت المقدس باهلة وناسها تنتظر المهدي وستكون من مناصري إن شاء الله عند ظهوره، منها على سبيل المثال موت خليفة
واقتتال ثلاثة كلهم ولد خليفة، هاي كمان إشارة. هلأ خسف في المشرق، خسف في المغرب، وخسف في بلاد الحجاز، يعني هذه خلينا نقول لربما كانت بعد أو إبان، يعني لربما كانت قبل من وقتنا حالي، لا قبل ظهور المهدي، ولربما كانت إمتان بعد ظهور المهدي، يعني ما في شيء بيحدد تماما متى ستكون الخسوفات، هل ستكون قبل المهدي أو بعد المهدي، ولكن نعتقد إنه الخسف اللي في المشرق، يعني المشرق من مده من بلاد الشام وقد نصل لفين إلى أقصى الشرق، خلينا نقول إلى باكستان والهند، قد يكون هناك خسف. خلينا نشوف الأيام أو الأشهر القادمة علينا شو راح يصير. خسف المغرب إخواني لربما كان يعني بعد حروب المهدي، وأثناء الحروب احنا بنعرف المهدي سيخوض مجموعة من الحروب، أولها مع جيش من بلاد الحجاز، وثانيها مع جيش من بلاد فارس، بعدين مع جيش من الروم، بعدين مع جيش السفياني، وجيش السفياني سيخسف في الأرض. هلأ محتمل يعني من المحتمل إنه هذا سيكون الخسف في جيش السفياني، هو خسف بلاد خلينا نقول الخسف الأوسط الوسطاني. فإذا أخذنا إنه هذا الخسف الثالث، شو بكون الخسف الثاني؟ بس بكون قبل، يعني بين ظهور المهدي وقبل الخسف السفياني. هلا إذا أخذنا الخسف في المغرب، وكنا إحدى الرؤى اللي احنا تحدثنا فيها إذا بتتذكروا، أن الخسف سيكون في منطقة موجودة بين أمريكيتين، إنه هذا الخسف سيؤدي لإيش؟ إلى يعني عدم قدرة أمريكا على أن تقوم بأي شيء، يعني يشل حركتها بالكامل. فهذا لربما كان إمتان؟ كان يعني مع حروب المهدي نفسها، أو نصرة من الله سبحانه وتعالى للمهدي إن هو يخسف في أمريكا الأرض، وفي النهاية شو بكون؟ يخسف في جيش السفياني، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. شوف إذا في أسئلة أخرى. هون الأخ بيسأل، هل يمكن أن تفصل فيما جاء في الآثار عن زمن المهدي؟ فقد سمعت شيخ يماني يتحدث بالتفصيل عن المهدي والأنظمة الحاكمة الحالية، وكأنه أضلنا زمن، يعني أضلنا زمن المهدي. والله يا شيخ قد قهرنا ظلم الحكام، ولا يوجد علم في المزيد. السؤال طويل، ولكن خلينا نقول إخواني من ناحية جدول زمني لظهور المهدي، فصلنا إخواني في بداية حلقتنا أو هذا السلسلة تبعتنا عن الجدول، قلنا إحنا بنبني جدول زمني على أساسات. أول أساسات من فين نأخذها؟ من القرآن الكريم، وابتدينا إخواني من سورة الإسراء، نذكركم ابتدينا من سورة الإسراء. في سورة الإسراء وفي عملية حسابية يعني طويلة فصلناها، للي بحب يرجع لطريقة العمل أو أسلوب العمل في دروسنا السابقة يرجع لها، وصلنا إنه نهاية بني إسرائيل أو الوعد الحق سيتحقق بين عامين 2022 و2024، هذا الجدول. وصلنا كمان إخواني إنه أيضا من حسابات القرآن إنه المهدي سيظهر بين 2017 بين 2019، بين 2017 و19 ظهور المهدي، 2022 و24 استحقاق الوعد الحق في زوال بني إسرائيل. الإخواني البعض بيقول إنه المهدي سيأتي إمتان؟ بعد زوال بني إسرائيل. إنه هذا الحكي إخواني ما فيه له معنى ولا أي معنى، فيش له معنى، يعني زوال بني إسرائيل هي جزء من الوعد الحق، والمهدي نفسه إشارة لاقتراب الوعد الحق، واقترب الوعد الحق.
فالمهدي سيأتي كإشارة للوعد الحق. يعني بداية الوعد الحق مين هي؟ المهدي نفسه. مجرد ما أشوف المهدي شو بعرف؟ بعرف إنه خلص الفرج ماله جاء. أي نعم، لحد ما يظهر الفرج في كرخ وهم وغم وملاحم وزلازل وبلابل، بس شو في بعديها؟ فرج. فالمهدي بكل بساطة إخواني هو أول وأعظم إشارة لاستحقاق الوعد الحق. فالمهدي قبل زوال بني إسرائيل وليس العكس. أما الوعد الحق نفسه فتكلمنا يا إخوان من الخطأ أن نعتقد أن الوعد الحق فقط زوال بني إسرائيل، فقط زوال بني إسرائيل. يعني أي نعم، من شدة كربنا اللي موجودين إحنا فيه ومن شوقنا لتحرير بيت المقدس، شو بتصير توجهاتنا كلها منصبة إنه إحنا بدنا بني إسرائيل الذول. هذا أهم إشي بنفكر فيه. ولكن الوعد الحق في القرآن الكريم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو مجموعة من الأمور. أولها ظهور الأعور الدجال، وبعديها نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعدين مقتل الأعور الدجال، وبعدين الملحمة الكبرى وتحرير بيت المقدس وزوال دولة الاحتلال، وبعدين وضع الجزية وتخيير كل أهل الكتاب إما في الدخول في دين الإسلام أو القتل، وبعدين ظهور يأجوج ومأجوج، وبعدين تحرير سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام للمسلمين اللي كانوا معه أو اللي دخلوا معه من يأجوج ومأجوج لفين؟ لجبل الطور. بعدين قضاء الله سبحانه وتعالى على يأجوج ومأجوج. ومجرد أن يقضى على مأجوج ومأجوج شو منقول؟ استحق الوعد الحق. من فين بدينا؟ من ظهور الأعور الدجال. وفين انتهينا؟ بالقضاء على يأجوج ومأجوج وكل اللي بناتهم. شو اسمها؟ اسمها وعد الله الحق. وعد الله الحق مش شغلة واحدة، هي سلسلة من الأمور راح تاخد زمن لربما أخذت عشرات السنين. يعني عيسى سيكون في بداية الوعد الحق وسيستمر إلى نهاية الوعد الحق. ونحن بنعرف يعني أفضل التفاسير أنه هو سيكون فينا تقريبا 40 عام بعد نزوله. يعني يمكن الوعد الحق يستمر قديش؟ 40 سنة كلها. دائما شو بنقول؟ والله أعلم، والله أعلم. إلا أنه نهاية بني إسرائيل فين بتيجي؟ في بداية الوعد الحق، يعني في أول مجيء سيدنا عيسى عند قتل الأعور الدجال، يعني ستزول دولة بني إسرائيل في بداية دولة الوعد الحق. طب والمهدي فين بده يكون؟ قبل الوعد. المهدي نفسه هو علامة إيش؟ علامة اقتراب الوعد الحق. يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول واقترب الوعد الحق، شو معناه؟ جاء وظهر المهدي ولم يبقى إلا وقت قليل نصبر فيه على ملاحم وزلازل حتى نشو تصير يستحق الوعد الحق نفسه. ودائما نقول هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. شيخي على بحضور أعور الدجال زوال دولة إسرائيل أم زوال بني إسرائيل؟ زوال دولة إسرائيل أم زوال دولة بني إسرائيل؟ نحن نعرف أن زوال دولة إسرائيل قبل خروج أعور الدجال، وزوال بني صهيون بني إسرائيل كلهم بجيتهم من أصفهان مع أعور الدجال. خلينا بس نفصل. يعني في بعض المصطلحات اللي موجودة بين دي. أول شيء نبدأ بكلمة إسرائيل. من هو إسرائيل؟ إسرائيل هو سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. وإسرائيل كلمتين مش كلمة واحدة. إسراء معناها صفوة، وإيل معناها الله، يعني صفوة الله أو عبد الله أو عبد الله أفضل عباد الله أو صفوة عباد الله، هذه معناتها إسراء. عشان هيك إخوان أول شيء بدي أنبه، يعني بعض الإخوان أحيانا من حركتهم بشوفهم بلعنوا في إيش؟ بإسرائيل.
وهذا لا يجوز شرعا، لأنه إسرائيل من هو؟ سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى كان يتكلم ويقول يا بني إسرائيل. بني إسرائيل منهم من؟ نسميهم الأصباط وذراريهم، وهم عبارة عن 12 سبط. ولا ننسى أنه من 12 سبط في أن سبط سيدنا يوسف أحد أبناء سيدنا يعقوب، وهو نبي أيضا من أبنائه. في أن بنيامين أيضا من الأنبياء، مش من الرسل، من الأنبياء أو شبيه الأنبياء. بنيامين يعني كمان كان من المكرمين أو المعروفين عنهم بالصلاة. فعشان هيك أنا لا أسب ولا ألعن على الإطلاق، ولا أسب ولا ألعن على الإطلاق. لما إحنا نأخذ ذراري سيدنا يعقوب، هلأ كفساد إيه من 12 سبط اللي هم الأبناء نفسهم، نأخذ ذراري معظم الذراري في وصف القرآن الكريم، دراستنا لآيات القرآن الكريم، في عندهم مشكلة قلبية، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. يعني من رحلة حياتهم، من دخولهم من الأرض المقدسة إلى مصر، والله سبحانه وتعالى جعلهم يحيوا في مصر حياة الملوك، وجعلكم ملوكا، مش وجعل منكم، وجعلكم. يعني كان أقل واحد من بني إسرائيل يحيى كأنه ملك من الملوك، من العظم اللي الله سبحانه وتعالى فتح عليهم فيها، في الأرزاق، في العلم، في القوة، في كل الشغلات، فكانوا يحيوا حياة الملوك. إلا أنه يعني الذراري اللي موجودة بعد الأصباط من بني إسرائيل يعني أرادت أكثر من حياة الملوك، أرادت أن تتملك وتستعبد الناس في مصر، فبدأوا يكيدوا للمصريين والفراعنة اللي موجودين في ذلك الوقت، وأدخلوهم في حرب، يعني إحداها حرب قادش الثانية مع الحيثيين أو الحوثيين اللي كانوا موجودين ويحيوا في بلاد فلسطين ولبنان وسوريا في ذلك الوقت. وانكشفت هذه الحيلة، وانقلب المصريين على مين؟ على بني إسرائيل، انقلبوا عليهم واستعبدوهم وقتلوا أبنائهم واستحيوا النساء، وهذا كان بلاء عظيم. وبدأت بني إسرائيل في مصر تحت الاستعباد تبكي لله عز وجل أن يعيدها إلى الأرض المقدسة، بلاد أجداد. يعني بدناش مصر، خلاص احنا كنا فيها حياة الملوك وانقلبنا، رجعنا للأرض المقدسة. والله سبحانه وتعالى أرسل لهم مين؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فسيدنا موسى قال لهم أن الله سبحانه وتعالى راح يرجعكم للأرض المقدسة، ولكن في شرط. شو الشرط؟ أن تكونوا من المتقين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا كان شرط، هم وافقوا على هذا الشرط، فمشي معهم سيدنا موسى، دخلهم إلى سيناء، انفلق البحر ودخلوا بالزور، وصلوا لسيناء. مجرد ما وصلوا لسيناء لسه يعني شافوا يعني المشاهد العظيمة والكبيرة، لسه ما حدش من عيونهم كيف البحر انطبق على فرعون وجيشه وقتلهم سبحانه وتعالى. ما مرأوا عن البحر شافوا قرية تعبد أصنام، شو قالوا لموسى؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني شو بدهم؟ بدهم يعبدوا الأصنام. فيعني الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في قلوبهم مرض، وهذا المرض مستمر لحد هلأ. شو هم اسمهم؟ بني إسرائيل. استمرت رحلة حياتهم في سيناء فترة معينة، رفضوا دخول الأرض المقدسة، لا زالوا بني إسرائيل. بعدين جاء يوشع بن نون أجبرهم ودخلهم على الأرض المقدسة من شقة الأردن، نهر الأردن، ودخلوا. والله سبحانه وتعالى بعث يعني سيدنا داود ونصبوا على الملك، وصار ملك نفس الوقت رسول ونبي وحكمهم. وجاء بعدهم مين؟ سيدنا سليمان وحكمهم. بعد سيدنا سليمان شو سووا بني إسرائيل؟ أعلنوا الكفر البواح. يعني كان فينا مرض، ولكن هذا شو صار اسمه؟ صار اسمه الشرك. لهذا الشرك إن هم سووا أصنام وعبدوها من دون الله، وهذا الشيء موجود في توراتهم. يعني شو بيقولوا هم بسفر الملوك؟ بيقولوا
لم نترك في الأرض المقدسة شجرة خضراء ولا تركنا تلة مرتفعة إلا وجعلنا فيها نصب، يعني صنم لبعل أحد آلهة العراق أو أشتروث إله تاني من العراق، عبدناه من دون الإله لإغاظة الرب. يعني في جملة واحدة قديش عدينا؟ أربع آلهة، بعل وأشتروث والإله والرب، أربعة في جملة واحدة. يعني أشرقوا مع الله وكفروا سيدنا سليمان واتهموا سيدنا سليمان أنه كاذب وكافر، والله سبحانه وتعالى برأ سيدنا سليمان في القرآن الكريم وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعني برأوا لسيدنا سليمان. هلأ بعديها الله سبحانه وتعالى شو سوى؟ عاقب بني إسرائيل. العقاب شو كان؟ كان إنه هو أهلك 11 سبت، شو تم عنا؟ سبت يهوذا. هلأ من هون شو صار رسومهم؟ هم لسه لازالوا بني إسرائيل ولكن انحصرت ذريتهم في إيش؟ في سبت يهوذا. شو صرنا نقول عنهم؟ اليهوذ أو اليهود، يهوذ أو اليهود. في اللغة العربية يعني بداية ما كان في تنقيط، يعني يهوذ تقرأها يهود عادي، ولكن هم إيش تبعين لمين؟ سبت يهوذا. فصار في عنا اليهود. لما تقول يهود شو الفرق بين بني إسرائيل وبين يهودي؟ بني إسرائيل قد يحتمل أنه يكون من زمن سيدنا يعقوب لحد اليوم، بس يهوذي شو معناه؟ من بعد سيدنا سليمان، من بعد ما كفر سيدنا سليمان وأشركوا شو صار اسمهم؟ اليهود. طبعا الله سبحانه وتعالى عقبهم عقاب ثاني وصاروا في بابل وفي سجن بابل في معسكر، وأجاهم نبي الله إشعياهم، والله سبحانه وتعالى عاود سامحهم ورجعهم للأرض المقدسة وقال لهم رح أبتلكم عيسى. مع عيسى كان في شرط انهم شو يسووا؟ انهم يؤمنوا فيه ويكونوا صالحين، هذه ببشاره إشعياهم، ورجعهم الارض المقدسه. واجى سيدنا عيسى. هلا لما اجى سيدنا عيسى ورفضوا نبوته وقالوا عنه كاذب، شو سوى سبحانه وتعالى؟ طردهم من الارض المقدسه. يعني هذا الحكم، وهذا الحكم يعني وصف لنا يا سبحانه وتعالى في القران الكريم في الآية رقم 95 من سورة الأنبياء، شو سبحانه وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني ممنوع ترجع للأرض المقدسة. هلأ لما انطردوا من الأرض المقدسة مين هم اللي انطردوا؟ اليهود. اليهود انطردوا من الأرض المقدسة، فاليهودي هو المطرود من الأرض المقدسة واللي بيعرف أنه ممنوع أنه يرجع للأرض المقدسة. طب إذا واحد من اليهود أجى احتاله سؤال، أنا بدي أرجع الأرض المقدسة بس بدي حيلة، شوف يعني انزلنا من بني إسرائيل لا اليهود، هلأ انزلنا لناس احتالت من اليهود إنها بدها ترجع للأرض المقدسة، أي محتال من اليهود يعصي أمر الله سبحانه وتعالى في حرمة الرجوع إلى الأرض المقدسة اللي نهايتها عند ظهور يأجوج ومأجوج، الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. وهم هلأ اللي بده يرجع قبل ظهور يأجوج ومأجوج من كل حدا بينزلون، هذا شو بكون؟ بكون خالف أمر الله. اللي بخالف أمر الله هم سموا أنفسهم، أعطوا لنفسهم أنفسهم، شو قالوا عن حالهم؟ صهيوني. فالصهيوني بالنسبة إلهم شو اللي بيعتقد؟ بيعتقد إنه في له الأحقية إنه يرجع للأرض المقدسة قبل إيش؟ قبل ظهور يأجوج ومأجوج. فأي واحد من اليهود بيؤمن إنه في له الحق إنه يرجع للأرض المقدسة قبل ظهور يأجوج ومأجوج، شو بقول عنه؟ صهيوني. صار في عندي بني إسرائيل، صار في عندي اليهود، وصار في عندي الصهاينة. الصهاينة هلا نيجي ناخذ الصهاينة، صهيوني. صهيوني قد يكون فعلا من اليهود من بني إسرائيل، وقد يكون ممن دخل وآمن بعقيدة مين؟ اليهود اللي بدهم يرجعوا للأرض المقدسة. في كثير من الأمم اجتمعت ودخلت مع اليهود، يعني بعض اليهود اللي كانوا عايشين في جنوب روسيا مع قبائل الخزر، قبائل الخزر يعني دخلت قبائل الخزر مع هذول اليهود وصاروا يؤمنوا بمعتقداتهم. هلا اللي دخل معهم شو بنقول عنهم؟ زيهم زيهم.
فمعنى اللي رجعوا للأرض المقدسة سنة 48 صنفين من الناس، صنف قليل جدا 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 من اليهود الأصليين اللي بيرجع نسبهم لبني إسرائيل، وصنف كبير نسميهم علمانيين دخلوا في عقيدة اليهود وآمنوا بمعتقداتهم ورجعوا معهم للأرض المقدسة. فاللي موجودين عندنا هون هذول صفتهم أكثرهم من خارج اليهود وجزء منهم من اليهود الفعليين اللي موجودين، ولكن في النهاية هذا الرجوع هو مخالف لمين؟ لأمر الله ونقض للعهد اللي كان بينهم وبين الله، واللي ذكر سبحانه وتعالى في الآية 40 من سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يعني إذا أنتم رجعتوا للأرض المقدسة وخالفتوا الحرمة اللي أنا حرمت عليكم في لكم عقاب. هذا العقاب شو بنسميه؟ جزء من الوعد الحق، واللي ذكر سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في عنا وعد أولاهما ووعد إيش؟ في الآخر. أولاهما اللي صارت مع سيدنا سليمان إنه هو طردهم وقتل 11 صب ونفاهم إلى بابل في العراق. أما الوعد الثاني ما قال سبحانه وتعالى وعد الثانية، شو قال؟ وعد الآخرة. شو يعني؟ يعني بعديها خلاص ما راح يكون القوم قائمة، فلما يأتي العقاب الثاني شو راح يكون؟ مهلك لكل إيش اسمه بني إسرائيل، يهود، صهاينة أو منضمين إلهم، راح يروحوا إلا إذا في ناس ارتجعت قبل ظهور يأجوج ومأجوج وآمنت مع سيدنا عيسى. عشان هيك احنا بنعتقد انه وضع الجزية اللي راح يكون فيها سيدنا عيسى امتى راح تكون؟ قبل يأجوج ومأجوج، مش بعد يأجوج ومأجوج. لانه لو سيدنا عيسى وضع الجزية بعد ظهور يأجوج ومأجوج انتهى الوعد، الحد الزماني الله سبحانه وتعالى حط لهم اياه بسورة الانبياء حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج، فما بيدفعش معهم التوبة. ولكن اذا كانت توبتهم قبل ظهور يأجوج ومأجوج شو معناه؟ من لا زال في عندهم فرصة. عشان هيك سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سيضع الجزية امتى؟ قبل ظهور يأجوج ومأجوج، حتى انه يفتح المجال لمين؟ لمن شاء من بني إسرائيل أو من ضم إليهم من الصهاينة من اليهود من بني إسرائيل إنه يدخل في دين الإسلام. فاللي بيدخل في دين الإسلام قبل ظهور يأجوج ومأجوج شو صار فيه؟ نجا من أمر الله سبحانه وتعالى ووعد الله بالهلكة. لازم نبقى عارفين في فرق ما بين فتح بيت المقدس ونهاية بني إسرائيل واليهود والصهاينة والمنضمين إليهم. فتح بني إسرائيل أنت راح يتم مع الملحمة الكبرى، يعني مجرد ما يأتي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتل الأعور الدجال ستفتح بيت المقدس. ولكن فتح بيت المقدس مش معناه نهاية بني إسرائيل، معناه أنه بني إسرائيل انهزمت وسيدنا عيسى موجود، وهلأ شو بده يصير؟ الترتيبات، انه سيدنا عيسى شو بده يسوي؟ بده يضع الجزية ويخيرهم، فاما انهم يختاروا كذا او يختاروا كذا في نفس الوقت. يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على كلام الحجر والشجر يتوافق زمنيا مع امتان؟ مع قتل الأعور الدجال. يعني عندما يقتل الأعور الدجال يكون الوقت هذا وقت كلام الحجر والشجر، وبعديها يضع سيدنا عيسى الجزء. ودائما نقول هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نشوف إذا في أسئلة. هون الأخ بسأل إبراهيم ومهند: لو كان رمضان يبدأ في يوم الجمعة هل ممكن أن تأتي الصيحة في هذا العام؟ طيب يعني أخونا إبراهيم، يا إبراهيم قلنا إنه أحاديث الصيحة ضعيف ولا يمكن الأخذ فيها كالتزام أحكام شرعية. أنا ما بقدر أن أقوم بأحكام شرعية
بناء على حديث ضعيف. فحديث الصيحة ضعيف. حديث الصيحة يتكلم إنه بعد صلاة الفجر ستكون صيحة، وهو حديث ضعيف، يكون يوم جمعة. لا، طالما أن الرسول قال بعد صلاة الفجر فأكيد بده يكون قبل صلاة إيش؟ الجمعة. ليش؟ لأنه لو كان بعد صلاة الجمعة ما قلناش بعد صلاة الفجر، شو قال لنا؟ بعد صلاة الجمعة. لو كان بعد صلاة العصر قالت لنا بعد صلاة العصر، العصر. ولكن لما قال بعد صلاة الفجر معناه بنعرف الوقت الزمان لحدوث الصيحة. تمام، مرة حديث ضعيف، هو ما بين الفجر والجمعة، يعني بعد الفجر قبل الجمعة. هل إذا أنت يعني خايف أنه فعليا هذا الحديث يتحقق، فارتقب دخول رمضان. إذا كان رمضان فلكيا هو يوم يبدأ بيوم جمعة، وأردت أن تحتاط، فبعد أسبوعين، يعني مش الجمعة الأولى، الجمعة الأولى أول يوم، مش الجمعة الثانية اللي تيجي بعديها، الجمعة الثالثة في رمضان يكون 15 الشهر، 15 رمضان. هذه الجمعة الثالثة بحكي تتحدث عنها الحديث نصف رمضان، وسط رمضان. يا إبراهيم شو بتسوي؟ بتنزل على صلاة الفجر عادي، مش بتهتل، بتصلي صلاة الفجر وبتخلص صلاة الفجر وبترجع على بيتك وبتسكر بوابك وشبابيكك وبتحكم إغلاقهم وبتلبس لك لبستين ثلاثة فوق بعضيهم وبتحط إحرامات فوقك وفوق أولادك وبتتدثر وبتغطي حالك وبتتمك على الحال لإمتان؟ لحد قبل صلاة الجمعة بقليل. وبعدين شو بتقول؟ خلص الأمر، بتقيم وبتتوجه على فين؟ على صلاة الجمعة. مش بتقول والله أنا بدي أضيع صلاة الجمعة. لا يجوز أن أنا أضيع صلاة الجمعة. فبقول لك من ناحية شرعية، صلاة الجمعة أهم من خوفك مهما كان هذا الخوف. وفي كل الأحوال حديث الصيحة ضعيف، ولكن إن كان سيحدث، سيحدث ما بين الفجر، ما بعد الفجر وقبل الجمعة، ولا يجوز إضاعة صلاة الجمعة. صحة يعني من ناحية علمية الأذن تستطيع احتمال أصوات في أمواج معينة ضمن موجتين أقل منها ما بتقدر تسمعها. على سبيل المثال الكلاب والقطط تستطيع سماع أصوات أنت ما بتسمعها، يعني في صفارات تقدر تشتريها بتسفر الكلب يسمع الصفيرة، الناس ما بتسمع إشي، بيجيك على صوت الصفيرة، هذه بنسميها تحت القدرة الإمكانية تبعتها. وفي أصوات فوق، الأصوات اللي فوق قدرة أذنك قد تكون إيش؟ قد تكون مؤذية للأذن. وفي أصوات في تجارب سووها لما أنت تسمعها شو بتأثر؟ بتأثر على الدماغ نفسه، تقتل خلايا الدماغ. يعني إذا كانت الصيحة هي عبارة عن أصوات بترددات أعلى من القدرة التي يستطيع دماغك احتمالها، شو بتأدي؟ إلى تلف دماغي. وهذا اللي حدثنا أو اللي حذرنا منه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كما مرة حديث ضعيف. عشان هيك عملية إغلاق النوافذ والأبواب شو بتسوي؟ بتحد من دخول الصوت. ولبسك هاي الملابس الثقيلة وتغطي نفسك بهاي الأغطية شو بحد؟ بحد من هذا الصوت. فبوصل الصوت بقدرة أضعف من إنها هي شو تسوي؟ تقتل خلايا الدماغ فينجو هذا الإنسان. ودائما نقول هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نشوف في قصة الصيحة، حديث الصيحة الفيديو اللي بحكي اللي عن الصيحة، بحكي سبيل المقاية من الصيحة. سبيل المقاية أنا زي ما قلت تسكر الشبابيك وتسجد وتحكي سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا. لأنه في علم في الدراسة إنه وانت ساجد الأصوات تجي زي ما انت واقف وانت قاعد تخيب. هي الصيحة تقريبا يعني تطولش دقائق بس. هي يعني الصيحة راح تكون دقائق فقط، يعني الله يجزيك الخير. فيعني احنا نلتزم، يعني للي خايف من الصيحة يلتزم بحديث الرسول وهو حديث مفصل. في اخ هون بيسأل يعني انه في بعض الناس من اليمن تدعي المهدويين، شو رأيك في هؤلاء؟ نقول إخواني كالآتي، يعني كل إنسان يقول عن نفسه
أنه هو المهدي قاعدة ليس هو المهدي. وهذا يختلف عن سؤال آخر، إذا كان المهدي يعلم أنه هو المهدي أو لا. لربما كان المهدي يعلم أنه هو المهدي، ولكن يستحيل أن يقول المهدي عن نفسه للناس أنا المهدي، يستحيل. ليش؟ لأن المهدي سيبايع وهو كافر، ولا يتوافق أن يكره الإنسان شيء ويحبه، ما بصيرش يعني، ما بنفعوش تنتين مع بعضيهم. إنه واحد يكره إنه الناس تبايعه، وبعدين شو يقول لك تعالوا يا ناس بيعون، هذا اسمه نفاق. شو اسمه هذا الشيء؟ نفاق أو اختلاف ما بين الصورة والسرير. عشان هيك كل من يقول عن نفسه أنه هو المهدي ليس هو المهدي، قاعدة نقطة أول السطر، ابدأ هقلب صفحة جديدة. اللي بقول لك أنا المهدي يعرف أنه مش هو المهدي. هون يعني طيب شوف إذا في كمان أسئلة، في تعليقات كثيرة. في سؤال أجي لك قبل ساعتين على ما لحقتش ترد عليه، إنه هو بالنسبة في داخل دروس الكتب من وحدة قتل الشيخ تبعه الله، فهمتش بالضبط إيش صار؟ رؤية بالضبط. واحد مثلا هل قتل فعليا اللي هو شال بس إنه صدر قبل أداء مش قادر عليه؟ كان هذا سؤال. طيب شوف بس إذا في أسئلة ثانية مهمة. يعني هون الأخ صهيب الجاسم بيسأل عن بيعة المهدي بين الركن والمقام، هل ستكون على مثل الخسف؟ تكلمنا إخواني عن بيعتين للمهدي، وقلنا أيضا هناك البعض ولكن لا نعول على كلامه إنه في ثلاث بيعات للمهدي. يعني في البعض اللي بتعامل مع العالم الآخر من الجان، ونحن قلنا إنه لا يجوز التعامل مع الجن. قل لك في بيعة للجن قبل بيعة الإنس، لكن أخواني إنه منسكر هذا الباب، مش منتكلم عن عالمنا. في إلنا مع المهدي بيعتين، بيعة منسميها بيعة الخواص أو بيعة العلماء، والبيعة الثانية شو منسميها؟ بيعة العام. بيعة الخواص أخواني أو بيعة العلماء، العلماء نفسهم عندهم القدرة إنهم يعرفوا أي شخص إذا كان صادق أو كاذب في الدعاء أو في كلامه أو في صفاته اللي بيقول عن حاله فيها المهدي. في ناس الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم، يعطيهم القدرة إنهم يقدروا يميزوا الصالح من الطالح. هؤلاء يعني لو سألنا كم العلماء اللي في عندهم هذا العلم، شو منقول؟ كتار، لا يمكن عدهم ولا يمكن إحصار، ولكن منهم سبعة سيجتمعوا في وقت معين. ما بقي وقت إخواني، نقول الله أكبر الله أكبر، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم الخير، نكمل في درسنا إن شاء الله.